يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا بعد تاهل النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد فوزه المستحق على الوداد المغربي ذهابا وايابا، وشفنا قد ايه كان في اختلاف ملحوظ في الاداء، شفنا قد ايه ان كان في بصمه واضحه جدا لموسيماني. فطبعا عندنا تفاصيل كتير جدا اكيد هنحب نتكلم فيها ونتعرف من خلالها عن توقعات الكل وعن الرؤيه فيما يتعلق بمباراه النهائي ان شاء الله. كل التفاصيل دي هتكون يعني هنتكلم فيها مع ضيفنا العزيز كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي الاسبق، وعندنا حاجات كتير نتكلم مع حضرتك فيها. صباح الفل عليكم ومنورنا. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك، وانا سعيد ان انا موجود معاكم على اكبر شاشه في مصر وفي الوطن العربي، وصباح الخير عليكم، واتمنى انها تكون حلقه خفيفه على الساده المشاهدين. صباح الخير كابتن احمد، وعندنا تحليلات كتيره، وهبدا مع حضرتك بفكره هنا يعني اسلوب موسيماني اللي فيه بشكل كبير اختلاف، والعوده مره ثانيه لاسلوب النادي الاهلي، وفكره هنا وضع اللعيبه في اماكنهم، وفكره الضغط من الدقائق الاولى شفنا في الذهاب في الدقيقه الرابعه، وشفنا في الاياب في الدقيقه السابعه. يعني اعتقد في حاجه مختلفه في الاستراتيجيه بتاعتنا، خلينا نبدا من هنا. اكيد لازم نبارك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واللعيبه والجهاز على الثبات، حتى لما بتيجي انا مش شايف من اصعب الفترات ان انت لما بتيجي بتغير مدير فني في وقت صعب زي دوت وانت داخل على سيمي فاينل لدوري الابطال، دي كانت حاجه اكيد مش سهله على اي فريق. لكن انا بتكلم على طول دايما ان مجلس اداره النادي الاهلي هو بيوفر المناخ المناسب لاي مدير فني هيبقى موجود، وده اللي بيساعد اي مدير فني ان هو يشتغل في هدوء، يشتغل في ثبات انفعالي، يشتغل في جو اصلا يعني يليق باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. فده حاجه تحسب لمجلس الاداره، واكيد ده كان حاجه مش غايبه عن مجلس اداره النادي الاهلي او على مجالس اداره النادي الاهلي، ان هو يوفر لاي مدير فني ان هو جاي المناخ المناسب ان هو يشتغل فيه. بالاضافه ان انت عندك مجموعه من اللعيبه عندها من الخبرات ومن القدرات ان هي تساعد اي مدير فني ان هو يطبق اي اسلوب لعب. لكن موسيماني فعلا قدر هنا يخش جوه الفريق بشكل كبير، ويمكن ده باين في الاداء، يمكن في دوري الابطال او المباريات اللي حتى لما انا كنت بلعب كان مهم جدا انت حالتك ايه من المباراه، كان مهم جدا حاله اللعيبه، المدير الفني بيهيئك ازاي للمباراه، وصلنا مباراه سيمي فاينل ونهائي دوري الابطال، اكيد مباراه مش سهله، ان انت بتحسم في الدقائق الاولى دي اكيد حاجه تضاف للجهاز الفني طبعا.